دي بقى منار البطلة اللي عملت ثورة في تل شبورة. منورة يا دكتورة زين. على فكرة أنا صديق قديم قوي لوالدك الدكتور الرحال. أنت بس اسأليه عن جلال الفارس. سألته من زمان. بيشكر في حضرتك جدا. يشكر؟ طبعا لازم يشكر. بقولك صديق قديم قوي. منورة يا دكتورة صفية. شكرا. أنت بقى منار مدرسة. أبوك يبقى الحاج وهدان وأخوك يبقى الرفاعي. وأمك من عيلة عمران هناك في النجع. أنتي شبهها قوي على فكرة. الحمد لله على سلامتك. أنا متعاطف قوي مع اللي حصل معاكي. بس مين عارف؟ مش يمكن اللي حصل ده يكون سبب في إن تل شبورة تتطهر من الخبث اللي فيها؟ معلش أنا اتأخرت. شكرا قوي حضرة العمدة. شكرا يا دكتورة زين. مش عارفة أقول لكم إيه. وأنتِ هتقولي إيه؟ أنتِ ما تقوليش حاجة. بعد اللي حصل ده إحنا اللي نقول. إحنا اللي نقول لك إن أنتِ زي بنتنا وأختنا الصغيرة. وإن شاء الله أنا بوعدك. زي ما الدكتورة صفية أكيد وعدتك. إن اللي حصل ده هيطهر تل شبورة. جرايا يا دكتورة صفية. دي هتسيبيها تمشي لوحدها كده؟ ضو شعلان ممكن توصلوا منار لبيتها؟ هو ايه اللي ممكن؟ انت بتستأذني؟ انت العمده تدي اوردر على طول. حمام حمام حضرتك. السكه يا اخوان. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.